السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنعمل إثبات سحب من موقع اللي هو لأصحاب القنوات فقط، وبأكد لأصحاب القنوات فقط، وإن شاء الله بإذن الله كمان هنعمل إجراء المسابقة. طبعا إحنا كنا قايلين هنعمل المسابقة لما نوصل 100 مشترك، هنختار فائزين. إحنا دلوقتي 99 مشترك، فهنختار إن شاء الله فائز واحد بإذن الله ونبعت له 100 دوكوين، والفائز التاني إن شاء الله في الفيديو القادم أو لما نوصل 100 مشترك إن شاء الله. قالوا كده نروح نشوف. طبعا قبل بداية الشرح، لو مش اشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، طبعا في القناة دي او القناة التانية. نروح كده للموقع. زي ما شايفين الموقع ده نصاب من الدرجة الاولى، فحضرتك كصاحب قناة لازم تتعامل معاه بحذر. اما الناس اللي ما عندهمش قنوات اياك تستثمر في الموقع ده خالص. اما لو عندك انت قناة هتستثمر فقط 100 روبل، وهتلعب على حتة بونص الفيديو. بونص الفيديو الراجل بيديك بونص فيديو 20 روبل، 30 روبل، 40 روبل، 50 روبل، وبيصل لمبالغ كبيرة من الروبل على حسب قناتك. تعالوا كده نروح نشوف نعمل اثبات سحب بال36 روبل اللي معانا دول. هنروح على كلمة سحب الاموال، بعد كده هختار انا المحفظة بتاعت البير الخاصة بيا اللي انا ضايفها. ضفتها عن طريق ايه؟ ضفتها لما دخلت على كلمة اعدادات، ضفت عنوان محفظة البير الخاصة بي، علشان كده هي ظهرت هنا. بعد كده هضغط على كلمة اضافي، بعد كده هيقول لي ان شاء الله انه تم السحب منك بدون اي مشاكل. ننتظر هنا ثانية. يا جماعة هو تم السحب بنجاح، تمام. تعالوا كده نروح للبير الخاصة بيا والمحفظة الخاصة بيا، نروح نشوف اثبات السحب. طبعا كده اثبات السحب وصلنا ان شاء الله بدون اي مشاكل. اضغط على كلمة هيستوري، فين هو توصل 35 دوكوين و6 من 10 من عمرة الروبل، وادي اليوزر نيم الخاص بيا اللي في الموقع، وبكده تم السحب بنجاح بدون اي مشاكل. ملاحظة يا جماعة لازم حضرتك تكون حذر من الموقع ده. لو رحنا على كلمة ايداع هتبص تلاقي اقل ايداع هو 100 روبل. لو عندك قناة اعمل ايداع فقط ب100 روبل، وكمان الفيديو لازم تقدمه في اسرع وقت، يعني تسجل لهم الفيديو وتبعته لهم على طول من خلال الضغط على الكلمة دي. طبعا هتختار الخطة الاولانية، بعد كده هتختار طريقة الدفع، وهنا هتحدد 100 روبل. بعد كده زي ما شايفين هنروح نضع هنا الفيديو او البونص عشان نحصل عليه. هنا حتى الفيديوهات اللي انا بقدمها هو بيحذفها، يعني الموقع بقى بيحذف الفيديوهات تلقائيا. فانت هتضع هنا الرابط، بعد كده هتضغط على دي، وفي خلال 24 ساعة هيوصل لك الفيديو ان شاء الله، هيوصل لك البونص بتاعه للسحب. اما بالنسبة للخانة الجديدة دي، الراجل هنا بيقول لك اشترك في القناة بتاعته وهيديك 20 روبل. ما تصدقهوش، هو راجل كذاب ولا هيدي 20 روبل ولا حاجة. وبكده نكون انتهينا من شرح الموقع ده وحذرنا منه، وقلنا كل شيء برضك للناس اللي شغالة بتاعت اصحاب القنوات. انا هشوفكم في شرح قادم، والسلام عليكم. لسه بقينا، طبعا انا اعتذر، لسه باقي ان احنا نعمل المسابقة دي وندي شخص واحد 100 روبل، 100 دوكوين ان شاء الله. طبعا انا اخدت اللينك بتاع المسابقة، هضغط على جيت، في 17 كومنت. اول كومنت هيجي لنا هنا مبروك عليه. انت طبعا لو ما شاركتش في المسابقة دي تقدر تدخل على الفيديو اللي في القناة ده وتضع العنوان محفظة الدوكوين الخاصة بيك هنا، وان شاء الله يبقى كده دخلت المسابقة. وهنعمل قرعة زي ما انت شايف كده، واول شخص هيظهر لنا ان شاء الله هنبعت له 100 دوكوين. زي ما انت شايفين هنا الراجل هنا هو فاز، تعالى نبعت له 100 دوكوين ومبروك عليه ربح الروبل مواقع مش عارف ايه قناة ماجت. الف مبروك للراجل ده، دينا هنبعت له هو 100 دوكوين ان شاء الله. شايفين تم الارسال هو 100 دوكوين، مبروك عليه، واشوفكم في شرح قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.